صباح الخير عليكم عبد الإله وسارة، وصباح سعيد على المشاهدين الكرام. طبعا الروابط البيئية تملك منطقة الجوف قرابة 6 روابط بيئية موزعة في شتى المجالات، وتحظى بأكثر من 1000 متطوع متطوعة، وتتوزع في مختلف المناطق والمحافظات. اليوم معكم نسلط الضوء على رابطة سدر الجوف التطوعية، هذه الرابطة اللي اتخذت من شجرة السدر شعار لها، ويسعدني للحديث حول هذه الرابطة وتاريخ نشأتها يكون معي رئيس الرابطة الأستاذ سلطان الدهيليس. صباح الخير عليك سلطان. بداية عرفنا عن هذه الرابطة، متى بدأت بالعمل وكم عدد الأعضاء فيها؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحقيقة الرابطة أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف حفظ الله ورعاه، وكان هذا الانطلاق هو الدعم الكبير الحقيقة للعمل في الرابطة. أطلقت الرابطة بتاريخ 18 محرم 1441، أكملنا عام الآن وشهرين تقريبا. والحقيقة الرابطة الآن وصلت تقريبا إلى 15 فريق وزع على كل المحافظات والمراكز. عدد الأعضاء الآن وصل إلى حوالي 700 عضو ولله الحمد. هذا طيب، اسمح لي نتعرف على الأرقام يعني بشكل عام. كم شجرة تم زراعتها من إنشاء الرابطة حتى يومنا الحالي؟ الحقيقة حتى الآن خلال عام واحد ولله الحمد زرعنا ما يقارب 25,000 شتلة سدر خلال العام الماضي، موزع على كامل المنطقة. نسبة النجاح ولله الحمد أيضا تصل إلى 90%. طيب، شجرة السدر يعني لماذا اخترتوا هذه الشجرة؟ ما أبرز المميزات اللي تحظى فيها هذه الشجرة بيئيا وتوافقها مع بيئة منطقة الجوف ومختلف المناطق الأخرى؟ طبعا احنا بدينا حقيقة بشجرة السدر، لما هذه الشجرة حقيقة من أو كونها من أشجار الجزيرة العربية الأصيلة التي تتحمل أجواءنا ومناخنا. إضافة إلى شجرة السدر فيها ميزة كبيرة لا تحملها باقي الأشجار، وهي طبعا تتشارك فيها الأشجار تتشارك فيها مع أو معها في تحملها الجفاف وغيره من الأشجار الطلحية، لكن شجرة السدر فائدتها تعود على الإنسان والحيوان كونها من الأشجار المثمرة اللي ممكن الاستفادة من ثمارها ومن أوراقها في 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 الأدوية، وممكن يستفيد منها النحالين في المنطقة لإنتاج عسل السدر. فهي شجرة مباركة فحبينا نبدأ فيها، لكن الرابطة تزرع كل أنواع الأشجار، وسميت الرابطة برابطة السدر لما هذه الشجرة من أهمية حقيقة وفضل على البيئة الحالية. خلال عامكم الأول بالطبع استعرضت بعض الأنشطة، وكان لكم مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف القطاعات، عرفنا في محورنا الأخير على هذه الاتفاقيات وأهدافها. الحقيقة وقعت الرابطة خلال عام واحد، وكان ذلك يعني أمر ضروري جدا لتأسيس أساس جيد للرابطة. وقعت الرابطة اتفاقية مع أمانة منطقة الجوف، وقعت الرابطة يعني اتفاقية مع صحة الجوف لتشجير أيضا المراكز الصحية والمستشفيات، وقعت الرابطة اتفاقية مع تعليم الجوف لتشجير المدارس، مع تعليم القريات لتشجير المدارس في القريات. الرابطة رغم توقيعها هذه الاتفاقيات هي تعمل تحت مظلة فرع وزارة البيئة، وأنا أقدم لهم حقيقة ومهندسها أو مدير العام الفرع في فرع وزارة البيئة المهندس عبد الله الأحمري والإخوان جزيل الشكر. استغل الفرصة هذه الأجهزة لأشكرهم حقيقة للدعم الكبير الذي يقدمون للروابط البيئية بشكل عام ولرابطة سدر الجوف بشكل خاص. أي نعم، وحنا بدورنا نقدم لكم الشكر ونتمنى لكم التوفيق حتى نجعل المنطقة والمملكة بشكل عام خضراء. أعود لكم سارة وعبد الإله، ومثل ما طالعنا الأيام الماضية إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة لحملة لنجعلها خضراء. هذه الحملة طبعا شاركت فيها رابطة سدر الجوف التطوعية ومختلف الروابط الأخرى، ولعل من أبرز يعني مهامهم التوافق أو الانسجام مع هذه الحملات، ولنجعلها خضراء بإذن الله لنشاهد المملكة خلال السنوات المقبلة خضراء مزدهرة بإذن الله. لنجعلها خضراء. يعطيك العافية عبد الرحمن.